السلام عليكم، وياكم احمد في برنامج وش يقول. السؤال يقول: كم مرة اكلت تونة في شهر رمضان؟ سووا لايك وشير وسبسكرايب، مشكورين. انا ما عمري اكلت تونة والله. واجد اكثر شيء في المسجد. تو قاعد من النوم؟ لا. اجازة؟ ايه. شحوة؟ زين. تعرف التونة يكون معلب. راحك ما تدري. افتح هذا وكله بالخبز. وفي بروتينات واجد يعني. بعد. يعني وجبة غذائية كاملة. نعم. اي عجيب. من كذي يساعد يقويك للفطور. صحيح. حياك الله، يعطيك العافية. نعم فطرت بس 3 أيام. يا الله. متى آخر مرة أكلت تونة في شهر رمضان؟ شهر رمضان أكلت تونة ولا قبل رمضان؟ في شهر رمضان. صراحة رمضان ما أكلت تونة. ولا في الليل؟ ولا في الليل. تحب التونة لو ما تحبها؟ والله أحب التونة. تمام التونة لو. هذه التونة فوائد صحية ممتازة، يعني فيها اليود والفسفور يعني وجبة غذائية كاملة. يعطيك العافية. الله يعافيك إن شاء الله. راح حبيبي عبد الله سماح، السؤال يقول: كم مرة أكلت تونة في شهر رمضان؟ واجد. أكثر شيء في المسجد. الصبح. الصبح لا، مو من صوبنا. ما أفطر أنا. ما تفطر تقول الحين أكلت واجد؟ في المغرب لين عدنا. منو يأكل تونة؟ ما أدري. المغرب أحد يأكل تونة. صدق لا. مو تونة. قل لهم، قل لهم هالسنة إن شاء الله باصوم. هالسنة إن شاء الله باصوم. ونفس النعام. نعم فطرت بس 3 أيام. متى آخر مرة أكلت تونة في شهر رمضان؟ العام. العام؟ إيه. أكيد. أي حزعة؟ في الليل. في الليل؟ إيه. يعني تحب التونة؟ شو ما أحب التونة؟ في ناس واجد ما يحبون التونة. لا أنا لأن رياضي أحب التونة. يعني مفيد التونة، مفيدة إلى الجسم. مفيدة إيه. لو ياكلون الصبح، في ناس يفطرون بالصبح، لو ايش؟ هذه ما ادري عنها، ما جربتها. يعطيك العافيه. الله يعافيك خالي، حياك. من المرخله؟ تعرف سيد امين له؟ انا تعرفني؟ اكيد. تعرفني اكيد؟ ما انا مو من المرخ. تبي السؤال الاول لو الثاني لو الثالث؟ اختار. الاول ايه؟ لو الثاني. كم مره اكلت تونة في شهر رمضان؟ كم مرة أكلت تونة في شهر رمضان؟ والله صراحة سويناها واحنا صغار. كم مرة يعني؟ والله ما أتذكر يعني كم، بس سويناها. وإيش السر في التونة؟ لو الناس تحب تفطر الصبح بالتونة. تعرف التونة يكون معلب، مثل ما شوف معلب يعني يكون سهل، لا تطبخ ولا شيء. افتح هذا وكله بالخبز. وفي بروتينات واجد بعد. اي عجيب. من كذي يساعد يقويك للفطور. صحيح. حياك الله، يعطيك العافيه. ولا تنسون اللايك والسبسكرايب وتنشرون المقطع في كل محل بسرعه. السلام عليكم. عليكم السلام. تو قاعد من النوم؟ لا. اجازه؟ ايه. شحوه؟ زين. تمام. السؤال يقول: كم مرة أكلت تونة في شهر رمضان؟ ولا مرة. ما تعرف يعني وش تونة؟ لا. لا. أوكي. ما أعرف. تفطر بوش إنزين؟ ثريد. ثريد لو ظهر تأكله؟ لا. لا. صوم يعني. تحب التونة؟ متى آخر مرة أكلت تونة في شهر رمضان؟ ما أكلت في رمضان. متى ذاك؟ في الفطر. الليل ما تأكل في شهر رمضان؟ لا. أوكي. إيه. الليل. إيه. يعني في شهر رمضان يصير حرام التونة. إيه. يعطيك العافية. الله يعافيك. متى آخر مرة أكلت تونة في شهر رمضان؟ أكلناها؟ تونة. تعرف التونة؟ التونة أنا ما عمري أكلت تونة والله. لو لأنه مو متوفر عندنا ولا أحد يشتري. البحرين مو متوفر؟
بحرين في بلد طبية. لا الوالد ما ياخذ وما موجود في البيت. يعني انت ما تحب التونة؟ لا انا ما ضقت ولا شفت، بس في التلفزيون موجود التونة. ها لو الوالد يجيب كان اخذنا تونة. يعني ما اكلت؟ لا ما اكلت. يعطيك العافية. الله يعافيك. كم مرة في شهر رمضان اكلت تونة؟ تونة ولا ما اكل انا ما تحب التونة؟ ما احب التونة. شي غير؟ ما فطر يعني؟ لا لحم، دجاج، سمك. لا انا تونة لا. اكيد نعم اكيد في الماك التونة. قصد ما بطلت في شهر رمضان وانت صغير؟ هالقصد السؤال كذي يكون، بس بصيغه ثانيه. هذا لا، هذه كنت ايام الجهاله شوي، يعني كانت تغبغب شوي من هذا. بس ما تحب التونه؟ راحت ما تدري. تقول تونه؟ يقول لك اي لا تونه معروفه هذه. اول مره اسمع هذا. سمعتينا تكرونه؟ لا كورونه. كورونه خلاص. متى آخر مرة أكلت تونة؟ كيف يعني؟ متى آخر مرة أكلت تونة في شهر رمضان العام أول؟ ما أكل تونة. لو ما أكل مو حلو. حلو؟ لا مو حلو. يعني غير التونة؟ إيه غير. كل شيء غير لا التونة. عقب صلاة الصبح؟ لا قبل. قبل المساء. قبل المساء؟ إيه. تمسك بعد؟ إيه لازم له. يعطيك العافية. كم مرة أكلت تونة في شهر رمضان؟ ما أكل. ما تأكل كلش؟ ما أكل التونة. لا إيش ما تأكل؟ ما أكل التونة بعد. لا ما ما تأكل أي شيء الصباح؟ لا أكيد أكيد. وتصوم؟ بصوم إن شاء الله. إن شاء الله الله يوفق. متى أو كم مرة أكلت تونة في شهر رمضان؟ في حياتي ما أكلت تونة ولا أحبها. لو الكل ما يحب التونة مو حلو. وش أكل؟ بثريد. يعني الظهر تتغدى بالثريد؟ ها؟ لا المغرب على العشاء. على العشاء اللي يفضل من العشاء تتغدى أو تتريق. أكيد أكيد. صوم هالسنة إن شاء الله بعد. إيه لا وكل سنة أصوم. يعطيك العافية. سووا لايك وسكسبرايب وشير. شحوالك؟ تمام ان شاء الله. بسألك سؤال، كم مرة اكلت تونة في شهر رمضان؟ اول مرة. لو ايش؟ ما احب التونة. تفطر في شهر رمضان؟ ايام انا كنت صغير. الحين خلاص كلهم ان شاء الله باصوم السنة. كلهم ان شاء الله باصوم السنة. يا الله باي باي. تعال صادق عليك. انا اتذكرك اشوفك انت صغير الحين كبرت. السؤال يقول الله يعودك وتكبر وتعرس وتجيب اولاد. السؤال صبر نسيته شوي. يقول السؤال، كم مرة اكلت تونة في شهر رمضان؟ ولا مرة. دواء ما اكل في شهر رمضان انا تونه. غير شهر رمضان اكل. تحب ويش في شهر رمضان تاكل؟ فري. على الغداء بعد؟ لا على الفطور. ما الظهر العصر الصبح نايما.